وللمزيد ينضم إلينا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية السيد نبيل بوفون، تحياتي لك بداية. تحية لك ولكل المشاهدين. إذن إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات، وهل شهدت عملية التصويت أي خروقات أو صعوبات شابتها خلال سير عملية التصويت؟ لا، بالنسبة لعملية الاقتراع كانت جرات في ظروف عادية، ويمكن القول وأنه الانتخابات في دورتها الثانية الرئاسية كانت تسير في ظروف عادية وأيضا ظروف إيجابية للغاية. بالنسبة للنتائج، لا يمكن للهيئة أن تعلن عن نتائج إلا يوم الغد، يعني بعد استيفاء كل الإجراءات القانونية وعمليات التجميع المنصوص عليها قانونا، وبالتالي ستعلن غدا عن النتائج كما سيتم تسجيلها بشكل رسمي. نعم سيد نبيل، أيضا ماذا عن مواعيد تقديم الطعون على هذه النتائج؟ بالنسبة للطعون تنطلق يعني في اليوم الموالي لإعلان النتائج، يوم 15 أكتوبر هو يوم عطلة في تونس، وبالتالي تنطلق الآجال انطلاقا من يوم 16-17 أكتوبر وتمتد إلى حدود يوم 25 أكتوبر، يعني يكون الإعلان النهائي عن النتائج بعد استيفاء كل الإجراءات القانونية. نعم، يعني ربما كما ذكرنا حتى الآن 76% وربما أكثر، وهناك مؤتمر صحفي يعني عقده قيس سعيد أو المرشح قيس سعيد الذي فاز بهذه النسبة، هل ممكن أن نعتمد هذه النتيجة بشكل كبير على أن تكون هي النتيجة النهائية للانتخابات؟ تعلمون وأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن على نتائج رسمية، وبالتالي ما يتم تداوله الآن في تونس هو يعني نتائج من صبر الآراء، خروج من الخلوة. لا نعلق على مثل هذه النتائج كهيئة، لكننا سنعلنها غدا بصورة رسمية. نعم، أشكرك شكرا جزيلا السيد نبيل بوفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، شكرا جزيلا لك.